شو نسميها؟ سندريلا. وانت؟ أيوة. ايش اسمها؟ جميلة. انت؟ رابنزل. شو بتعمل يا عمو؟ يا عمي هذا منعزل. شو اسمه هذا اللي تعالجه؟ سبايدر مان. هو مصاب يعني؟ تشاهدون قام طائرات الاحتلال الحربية باستهداف مدرسة النازحين في شمال قطاع غزة صباح هذا اليوم. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها. ايش بتعملوا تحت هالردم؟ مش خايفين؟ لا. طب ايش بتعملوا؟ نلعب. ايش بتلعبوا؟ كباية رعب. والله انا جبت المسكين.